الأرقام التالية عشان نسهل على حالنا. فعندي M هون تساوي 6، فرح يكون عندي هون دي اف بتساوي 5 4.5 4.5 3 3، والدايمنشنز تبعتها ام ماينس 1 1 في ام ماينس 1. وعندي هون نفس الشيء راح انزل 1 2 3 4 5 6. هلا بدون ما نكمل ممكن هذول احطهم مباشره زيرو. بعدين هلا عندي هون طبعا هاي راح تصير مثلا تي 1 تي. هلا بدنا نحسب الزمن حتى اروح من 1 ل 2، راح نحط بي بتساوي 1.6 متر بير سكند، اي بتساوي 1 متر بير سكند سكوير، وجي بتساوي 1 متر بير سكند. عندي دي هلا المسافة هون راح نحط هذه 1 2 3 4 5 6، وهون 1 2 3 4 5 6. ناخذ المسافة، المسافة من 1 ل 2 قديش المسافة من 1؟ طبعا انت تذكر انه هاي 1 لام بغض النظر شو هو هذا الطابع، من 1 لام قديش المسافة؟ 5. بدنا نعمل تشيك، هل 5 أكبر من هاي القيمة هون؟ إذا كانت هذه عندي 1.6، فهل دي أكبر من أو تساوي 1 في 1.6 زائد 1.6 تربيع في 1 على 1، وهي تساوي 4.16 زي ما حسبنا في المرة هاي. إذا ريتد سبيد أتينت، مش هيك؟ فبتصير عندي هاي 5 على 1.6 زائد 1.6 على 1 زائد 1 على 1 وتساوي 5.725. إذا هاي بتصير 5.725 seconds، وهاي كمان راح تكون 5.725 seconds، أوكي؟ هلا ناخذ كمان ناخذ 1 ل 3، 1 ل 3 قديش المسافة؟ هلا إذا كانت اتيند على 5 متر أكيد راح تكون اتيند على، إن فاكت هاي الرقم، هاي الرقم اللي بدنا إياه، اللي عندك اللي بين كيس 1 وكيس 2 هذا الرقم، مش هيك؟ فإذا كان الرقم أقل من 4.16 بتكون الريتد سبيد نقطتين، بنتقل لكيس 2 او كيس 3. اذا الرقم المسافه كانت اكبر من 4.16 معناها بطبق المعادله دي على في زائد في على اي زائد اي على جي، مزبوط؟ اذا ناخذ هلا الرقم الثاني اللي هو 9.5، مش هيك؟ من 1 ل 3 9.5، مزبوط؟ 5 و4.5، قديش 9.5 على 1.6 زائد 2.6؟ 8.54. وهاي كمان راح تكون 8.54. هلا بدنا ننتقل من 5 لهون، 9 و5 13، 13 اكيد الريتد سبيد اتين، قديش 13 على 1.6؟ 11.35، وهاي راح تكون كمان 11.35. من 1 ل 5 راح اضيف لها 3، مش هيك؟ قديش كانت 9 و5؟ هاي 14 ولا 13 حسبناها؟ اظن حكيت 13، 14 مضبوط؟ انا حطيت 14. تمام، 14 و3 17، 17 على 1.6 13 و23. وضيفي كمان لل 17 3 بتصير 20، مش هيك؟ المسافة الكلية 20، 9 و6 15 و5 20 15 و1. هلا شو بتلاحظوا على الفروقات بين هدول رح تصير؟ تمام، التايم اللي حتى انتقل فلور كامل وانا ماشي على توب سبيد، لانه ريتد سبيد صارت اتيند من البدايه اتيند، اوكي؟ فالفرق بين هاي وهاي راح تكون 5 على 1.6، مزبوط؟ اطرحي هاي من هاي 5 على 1.6 بتطلع تقريبا 2 وشيء، مش هيك؟ هاي 1.88
هاي الفرق بينهم 1.88 و5 5 على 5 على 1.6 مزبوط. اه 5 على 1.6 اه احنا ضفنا اسف مش 5، احنا المسافه اللي ضفناها بدنا نشوف. فمثلا من هون لهون كم متر احنا ضفنا؟ 3 3 على 1.6 1.88 اللي هو الفرق بين هذول الاثنين مش هيك؟ فبصير الفرق بين واحد والثاني لان ريتد سبيد اتينت هي بس المسافه الاضافيه، لانه اذا بتتذكروا الكيرف ما دام الريتد سبيد اتينت بصير الفرق هو هذا، بصير المسافه الاضافيه بمشي مسافه اضافيه على السرعه. طيب خلينا نحط نفس هذا كمان 13.23 وهذا 15.1. بالسوفت وير ليش احسن اني احسب الكينيماتكس ماتريكس من البدايه اذا بدي اعمل مونتي كارلو سيميليشن؟ ايوه يا كريم، عشان ما اضل كل مره اضل احسب المعادلات هذول واحطهم. شو بعمل هلا لما بدي اعرف الزمن اللي باخذه من طابه لطابه؟ شو بعمل؟ بتصير لوك اب، فبتصير كي اي جي مش هيك؟ بصير اعمل بالماتلاب، بصير اعمل بس ريدنج للماتريكس كي اي جي. هاي العمليه بنسميها ميموايزيشن. ميموايزيشن اني بخزن الفاليو بعدين ما بردش بعيده، برد حسابه مره ثانيه، بضل استعمله حتى يسرع العمليه. طيب شو ناخذ هلا؟ هلا صار عندي من 2 ل 3، هذا واحد هي 2، من 2 ل 3 اللي هي 4.5 مش هيك؟ 4.5 لسه 4.5 اكثر من 4.16، فبقدر اقسم 4.5 على 1.6 زائد 1.6 على 1 زائد 1 على 1. قديش تطلع؟ 45. اذا هاي من هون لهون 45 41، بعدين عندي من 2 ل 4 من 2 ل 4 مش هيك؟ بتصير اللي هي 4.5 7.5. لا انتبهوا، من 2 ل 3 4.5، من 3 ل 4 4.5 مش هيك؟ بعدين من 4 ل 5 هاي نرسمها وين؟ خلينا نرسمها هون. عندي هاي بتمثل من 1 ل 2، من 1 ل 2 5 5 متر. بعدين احنا قلنا من 2 ل 3 قديش؟ 4.5. اذا من 2 ل 4 بضيف كمان 4.5 بتصير 9 متر، مظبوط؟ 9 على 1.6 زائد 2.6 8.225 اللي هي قديش 8؟ 2.225. هلا شو بنضيف لها؟ 3، فبتصير 9 و 3 12 10.1 10.1. واخر شيء بنضيف لها 9 و 6 15 98%. 8؟ 98%. هلا هدول بامكاننا نحطهم، هاي بدها تيجي هون وهاي بدها تيجي هون، مظبوط؟ هاي بتيجي .1 وهذه 8.225 5.4. طيب اللي بعدها ناخذ اذا 3 الان، بدي اروح من 3 ل 4، اي 1 2 3، من 3 ل 4 هي ارتفاع 3 اللي هو 4.5، بس احنا حسبناه 4.5 مش هيك؟ اللي هو هذا مش هيك؟ وبعدين عندي من 3 ل 5 بصير 4.5 و7 4.5 و3 اسف 4.5 و3 اللي هي 7.5 مش هيك؟ 7.5 7.8 7 29 29%. وبعدين بصير عندي 4.5 و3 7.5 و3 10.5 10.5 على 1.6 9 و16. هلا عندي هذا بينزل كمان 7.29 وهذا 9.16. ضل عندي من 4 ل 5 هي 1 2 3 4 اللي هي 3 متر. هلا هون شو صار عندي؟ أول مرة بمشي جيرني 3 متر، شو لازم أعمل؟ كيس 2. صار عندي كيس 2، بس بدي أتأكد إنها كمان أكثر من هاي. هاي قديش راح تكون؟
يعني هون عندي الليمت كان 4.16 حتكون 2 متر مش هيك؟ فهي اكبر من 2 متر يعني 3 متر اكبر من 2 متر واقل من 4.16 اذا بطبق كيس 2. اذا حتى اقطع 3 متر بدي اطبق هاي المعادله اللي هون اللي هي a على j 1 و4 في 3 12 12 زائد 1 تحت الجذر 4 و6 كلها جاهزه 4 و6 يعني 4 و6 بالعشرة بتيجي عندي هون مش هيك 4 و6 بالعشرة هلا هاي رح تصير 3 و3 6 برجع لكيس 1 6 على 1.6 زائد 2.6 36.35% وهاي 6.35% شو ضل عندي آخر إشي؟ بنتقل من 5 إلى 6 اللي هي 3 متر رح تصير نفس هذا الرقم مش هيك؟ وهذا وهي عندي أطول جيرني على فكرة هاي مش هيك؟ هاي أطول جيرني من هون وهاي أطول جيرني اللي هي من 1 ل 6 أو من 6 لواحد هاي بنعملها بنحسبها في بداية البرنامج بنخزنها كل اللي بدهم يحسبوا الراوند تريب تايم باستعمال مونتي كارلو سيميليشن أول ما بيبدأ بيحسب الكيناماتكس ماتريكس بيخزنها كتو دايمنشنال ماتريكس الدايمنشنز تبعتها رح تكون ام في ام وام اللي هو توتال نمبر اوف فلورز بغض النظر انهم انترنس فلورز او اكزيت فلورز او